اسمك ما محمود، بتصير سوسو. يعني ما سوسو شاء انا الله، يا عائلة. ما شاء الله عليك، يعني انت جميل جمال ملوش مثال، يعني الله رازقك بجمال ما شاء الله عليك، لا اله الا الله. تسلم تسلم يعني يا حتى عائلة. ما في ولا شعرايه يعني بوشك، يعني عس، يعني نقول مو سوسو، عرفت كيف؟ يعني لو عندك شنب وهيك كان الامور تغيرت يعني. انت قاعد تكسب فيني وانا قاعد بحاول اقول والله بعد قاعد قلبي انا جاي. حابب. لا انت والله اني متعود انصحك، يعني اعتبرك اخوي الصغير بعد قلبي. والله حبيبي حبيبي. تسلم تسلم طيب محمود، من هو مثالك الاعلى في هذه الحياة؟ والله. بيي يا عمي، ابي يعني الوالد بيك بعد قلبي يعزه. جاي اي حبيبي. والله يعني شو اللي خلاك يعني يكون مثالك الاعلى بيك؟ والله هو اللي بينصحني، هو بدير باله علي، بيقول لي الطريق الصح، بمشي انا في الطريق الصح. يعني عرفتوا مثلا كلنا صحيح. صايحه، كلنا صايحه. أبوك بيشرب ولا لا؟ لا شو بيشرب؟ ابي زلمه متقي الله، بيصلي؟ بيصلي، بيصوم، بيصوم، بيقرا قران، الحمد بيجي لله الحمد لله. الحمد لله. يعني زلمه هو اللي علمك الصلاة، هو اللي علمك. لك. وانا وكنت صغير بصلي، انا وكان عمري شيء 10 سنين هيك شيء، كنت صلي، بلش صلاة، روح معه جامع. وهلا خلاك لوحدك وما عم يخليك تصلي و تارك لا الصلاة بلا وهيك، بلا، صح؟ بصلي 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 اكيد، بصلي اكيد. لا لا بصلي ما شاء بصلي الله ما الحمد شاء لله، الله. بصوم يعني بصلي عليكم السلام بصوم. ورحمة الله مصرقع. اي والله جميل صحيح، جميل. انا عايش في صحيح انه انا عايش بالمانيا يعني العيشة في ألمانيا هل تبعدك عن الدين ولا تقربك من الدين؟ والله لك لأقول لك، يعني وقت اللي كنت ببلدي كنت ملتزم في الدين أكثر وأكثر بكثير، بس في ألمانيا استغفر الله العظيم، بس استغفر ليش الله يعني؟ العظيم ليش بس. ليش؟ شو السر يعني؟ شو السبب؟ خيو خيو، أنت ما بدك تكون تعمل شيء، بس البنات الألمانية بيتحرشوا فيك لحولهم، من عدم ما تحكي معهم شيء. قول طبهم والله. طبهم. الدعوة ده والله بنات. دول، والله ايه والله، خصوصا يعني اذا مثلا واحد عمره 16 خمس نص، من 15 من 14 ل 17، بدي اقول لك وقت بيكون عز المدرسه وهيك كلهم بنات، بيكونوا هيك صبايا في المدرسه بتدوب، يعني بتكون صايم انت بتحكي بتفطر. الماني يعني؟ ما شاء الله ايه الحمد لله بحكي تمام، بتكون صايم بتدوب ما من شاء الله. الصبح. يعني شوفك يقول الماني. يشوفني والله بيقول الماني، بس امي بتقول لي لها ليتك انت لبناني. ما شاء الله. يعني في امل انك 5 دقيقة بس ما تلعب بقدرتك يعني. تفضل. يعني دام منا مضايقتك لهالدرجة يعني ليش ما بتشيلها يعني؟ راح شيلها، راح شيلها الله يسر ان شاء الله. قول ان شاء الله. طيب عندك موس ولا ما عندك؟ البيت؟ لا ما عندي موس. شو بدك؟ ها شوف بدك شوف، ترجع لحالها يا زلمة، جنني جنني. يعني سوي له ششوار يا اخي، سوي له ششوار. سشوار بدي ما يا عندك زلمة بسوي له. هي نعمة كتير، بس هلا ما حطيت لها شيء على شعري، مثلا جيل او واكس او شيء، تنزل يعني؟ لحالها. لازم تحط له شوف اشياء على شعره يعني. ايه لازم تنزل. يعني في نورة عنا بتقول لك بدك شباصة يعني ربطة للشعر سلف منها. بعمل لها اياها هيك، بعمل لها اياها هيك، يفضح راح لك حريشك يحضح حريشك. والله انت يعني. قاعد تقصف فيني وانا مش عامل شيء. قلنا وعليكم السلام، مرحبا صرقع من اول بعد راس. يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني. والله ما هم الحوس مو حلو، الحوس احلى. يا بعد قلبي قلبك والله. يعني هذا يعني في جمال رجولي وفي جمال انثوي. انت تقول جمالك جمال رجولي ولا جمال انثوي؟ صح. انا جمال جمال رجولة، مش شايف عضلات. لك ما بعرف، جمال جمال نسوي. نعم نعم صحيح شوف صحيح. ما شاء الله عليك، لا اله كيف الا الله. تضحك، كيف تضحك، كيف تضحك، كيف تضحك يا عم. هاي الضحكة ابشت يا زلمة، وحشتني يا زلمة. الله يسعدك حبيبي. بدك اضحك شيء محمود؟ اضحك اضحك.
بدي كثير سلامتك كثير يا يلمي. تفضل تفضل الله سلمك. يسلمك يعني. والله يعني بتمنى بدك يعني ما بدي احرش الشباب اللي عندي هون عليك يعني، بس يعني بدك حرشان عليكم السلام لا حمار يا عم، لا الراس لا لا، شو شباب هم متوحشين. لا يا يعني. عم يعني وعليكم السلام، مش على مرحبا. اللي وعليكم يتزوج، السلام. اللي بده يتزوج محمود يعطيني رقم واحد عيال يعني. والله ضحكنا غيي يا غيي، والله ضحك. ليك لا، واحدات من فوق وتحت، لا اله الا الله. يعني كلهم ابي بنت واحده فيهم، ما في ولا بنت واحده، كلهم اسامي شباب. اي والله، لا هلا راح اله الا الله. لا كلهم بيكتبوا واحد، كلهم بده يتجوزوا ما شاء الله، كلهم خارجين ما شاء الله، ما شاء الله ما شاء يعني الله. الوحدات من فوق ومن تحت يعني، ما شاء الله. لا اله الا الله يعني. كلهم بده يتجوزوا، كله خارج جيزة، كله بيكتب واحد. خي كله شعب متفاعل، شعب بس للجيزة. خيو طيب محمود، عطني مبدأ عندك بالحياة. مبدأ عندك عندي بالحياة، والله يا مبدأ انه اطلع انسان ناجح. يعني صحيح انا فشلت كثير شغلات، بس قدر ما افشل برجع بحاول معك يعني. بس قدرتي الوحيدة هي كثير بعد دينك، وحشني الدنيا. والله قدرتي الوحيدة حلو. بس الدين. والله بس واحد طلع عن صلاته وكل شيء خلاص، ما في شيء، ما بتحس انك عايش حياة بطل. هي هي كل طيب اي والله. بصراحة، عندك رفيقة ألمانية ولا ما عندك؟ رح احكيك صراحة، ماشي، كان عندي تفضل. بس هلا ما عندي. هلا كان عندي، كان يعني عندي سبع واحدة سنين وأنت بألمانيا. 7 سنين ما شاء الله وانا لا بألمانيا. الله. ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل. انا وكان عمري 10 سنين، عندي كان رفيقة او تنتين وثلاثة، كلهم تركتهم. بس يعني كلهم بنفس الوقت ولا كلهم كل واحد لحال؟ لا ورا بعضهم يعني، يجوا. وقت كان عمري 14 غيرنا، وقت كان عمري 15 ل 16 ل 17. خلص هي بس كبرنا هلا، خلص صرنا نفكر شوية. قبل ما كنت افكر، كنت في السن المراهقة يعني، صرت تعرف تفهم. يعني بصراحة، يعني أنت بتشوف البنات الألمانيات كثير، يعني تحصل كثير منهم فيرجين ولا ما بتحصل؟ قليل يعني. والله بحصل كتير منهم، قد يعني كتير يعني. اذا بدي اظبط بنات كله يعني، اكتريتهم طبقهم حلوين، صوبة يعني نشي بيكونوا فيرجين ولا ما بيكونوا فيرجين يعني؟ ما بيكونوا فيرجن. ايوه بس مظبطهم يعني هيك ما بتصير. عملت شيء مع واحدة يعني؟ ما عملت. لا انت لساتك فيرجن ولا لا؟ والله ما، والله استمع يا، ما عملت لسه شيء الحمد لله لحد. يعني انت لساتك فيرجن اما لا؟ والله استيتني فيرجن يعني، زي ما بدك خلص روح عليكم لسه. السلام والله ما عملت شيء، ورحمة. الحمد لله الحمد لله الحمد ما لله. عملت شيء الان، ما عملت شيء يعني 27 ما والله عملت شيء. الحمد يعني، بدي احكيك بس ما بدي اقول لك اياها هون، عرفت شو يعني؟ لا حكيني حكيني. ال 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 يا لا يا فرج، زلمه، بدنا نشوف الحياة الأوروبية يعني كيف يعني. بدي عليكم اقول السلام لك ورحمة. انه الشيء الثقيل الثقيل اللي انت تفكر فيه هلا، انا ما عملته. يعني انت عملت المقبلات يعني، خفايف يعني. يعني عليك الشيء الثقيل انه انا كان فيني اعمله كثير كثير مرات، بس كان يجيني دائما جاي من يا زلمه، ينبض قلبي كثير كثير، وتفكر فكر في نهايتي، بس بدي احول شيء اعمل، فكر انه في اخرتي يا زلمه. فابتعد ابتعد احكي، بس انا عندي موعد هلا، مش فاضي شغل، بدي اروح بسرعه. سبحان اتصلت الله. علي امي، ايه سبحان الله، عرفت شو؟ اتصلت علي امي خير كثير هيك، الحمد لله. بس طيب شو اكثر شيء بحبب البنات فيك يعني؟ والله هاد بذمتك والله، والله يعني والله هاي مستانس تقولها بكل برود تعصاب يعني. ابدا.
اللي منكم اليابانات اللي يقول هذا حلو يكتب رقم واحد هالسريع في الكومنتات، شوف قل لهم يكتبون رقم واحد اللي يحب الشعر. طيب ما بيحبوا المقوم يعني؟ بعد قلبي الله يسعدك نوحتك يعني. انا اقصد هذا المقوم مش فيك، يعني انا اقصد هذا المقوم مش فيك، لا يروح بالك بعيد. هذا المقوم شوف شنو بالمقوم، والله هذا يحبوه اغلبهم اللي حطوا واحد شباب الله يسعدك فيك شباب والله هذا رو لايك والله هذا يحبون وهذا يحبون وهذا لما يكون يطب هيك في طب علي انت نسر هيك ويوقف علي نص ساعه هيك خرجوا له هالشيء. لا ما خرجوا له هالشيء اصبح ما بيحبوا. هيدا ما بيحبوا. انت انا شو انا اخر دقيقه بدي اسالك اخر سؤال. تفضل اسالني اخر سؤال ان شاء الله. فكرت بالتوبه الى الله ولا ما فكرت؟ لك انا تايب لله، انا بصلي بصوم صمت ختنات. باي مدينه بالمانيا؟ الله يسلمك. هايدلبرغ حد قريبه على شتوتغارت اذا بتعرفها. قريبه من شتوتغارت. نايس يعني انت واهلك كلكم ساكنين مع بعض؟ ايه اخيرك. طيب بضيع بمدينه حقنا يعني ما في ولا واحده من البنات عمرها سالتك عن الاسلام او قالت ان دينك الاسلام بعدت عنك تركتك؟ والله كثير سالوني عن الاسلام، حتى وقت من زمان وقت رحت مع صفه مثلا رحله مع هولندا، رحنا مره رحله هيك على هولندا رحله صف، فبلشوا كل صفنا يشوفوني انا وعم بصلي، عرفت شو؟ بلشت شوفتهم انا وعم بتوضى انا وعم بصلي، عرفت شو؟ جميل. سالوك شنو الاسئله اللي سالوك اياها؟ سالوني مثلا انت شو بتحس وقت اللي بتقرا هيك، انه وقت اللي بتشوفهم انه انا عم بقرا وقريت لهم في صوت عالي مثلا انا وعم بصلي، ماشي انا وعم بصلي قران الفاتحه بصوت عالي سور القران الكريم، ف فوقت اللي يسمعوا يهدوا هيك تحسهم وكانهم هيك عم بيشعروا في شيء، عرفت شو؟ بس انا ما قدرت اعرف شو بيشعروا. سبحان الله. تعرف صباح العراقي؟ صباح العراقي سمعان في الاسم بس والله ما بعرفه ليش. طيب نفكرك انت الان داعي للاسلام بديار الكفر ولا لا؟ انا ما بحسن بثبت انه انا يعني ما بقدر هيك اقول لهم، لانه هن متعلقين كمان بدينهم هيك كثير. مثلا انت تفكر انه هن انه كل واحد هيك شو دينهم؟ دينهم مثلا مسيحي. المسيحي اسهل منه ما في. وكله بتعرف شو انه يعني اغلب المسيحيه ما بيعرفوا شو يعبدوا، بيروحوا الكنيسه السلام عليكم. اكثريتهم ما بيروحوا الكنيسه يعني كمان تحت يعني ما بيعرفوا شو يعني الدين. ما فكرت تدعيهم للاسلام تنصحهم؟ فكرت مره ادعي واحد والله، بس يعني عندهم خوف، مثلا عندهم خوف ما بعرف بس من شو. خوف من شو يعني؟ اشتغلت بتعرف انه هلا بهالحروبات عم بشوفه مثلا بيقولوا هذا الجبهه الاسلاميه، يعني ما فكرت انه كنت تكون داعي للاسلام وتبين لهم انه هذا ما له شغل بالاسلام، هذا من الناس نفسها. انا ليك مش شايف انتم مثلا بيقولوا انه الاسلام عم يقتلوا الاسلام هيك؟ انا حاولت اقول لهم، انا بتعاملي مثلا انا ما بضرب حدا في المدرسه، بتعاملهم كلهم في احترام، كلهم يعني ما في انه ما عندي شغلات شاذ، ما عندي شغلات يعني هيك بدي اقول لك عاطلي. ممكن انك محمود انك انت ما عندك علم كثير، بس انا بانصحك نصيحه انك تتابع شخص جميل. ايوه اسم الشيخ ذاكر نايك، اتوقع سامع فيه. الشيخ ذاكر نايك حلو. والشيخ احمد ديدات، هذول من اكبر منظرين المسلمين مع الكفار،
وخاصة الملحدين والمسيح، ناظروهم بجميع الأمور لحد ما أثبتوا إثبات قاطع أن دين المسيح دين باطل. عرفت كيف؟ يعني أبسط سؤال تسأله المسيحي، أنت تعبد من؟ راح يقولك أعبد الله، أعبد الإله قاد. طيب القاد عندكم كم قاد فيه، كم إله فيه؟ بعد قلبك مطيري. راح يقول لك احنا نعبد ثلاثة، الأب والابن والروح القدس. يعني كيف إله يكون عنده ابن وليش عنده ابن واحد؟ القدس منو؟ راح يضيعون، راح يقولك أنا ما أدري ما أعلم. من هالباب هذا تقدر تدخل أنت وتدعي للإسلام. فهمت كيف؟ لا مو مسيحي، مو مسيحي، مسلم اللي معاي يا جماعة، مسلم. عرفت كيف يا محمود؟ عرفت كيف. باليوتيوب تحصل الشيخ أحمد ديدات وذاكر نايك. عرفت كيف؟ إيه إن شاء الله إن شاء الله رح أحاول بشي مرة. بس ليك أنا بتمنى تفهمني هلا شو عم بقول. أنا بعرف إنه في كتير هلا مثلا الأولاد قد هيك تعرفون 14 ل 17 سنة كلهم بيقول لك أنا ما بحسن بتقيد في مثلا شغلات كتير صلوات، إني ما بحسن بتقيدهم، إنه إني كل أحيانا مثلا ما بحسن بتقيدهم في العادات الإسلامية، هيك بيقولوا لي. أنا بعرف هيك شو؟ يعني جواب بسيط محمود. محمود نفس ما أنت الحين بالمدرسة، أنت بالمدرسة لما يصير عندك اختبار تروح تذاكر للاختبار ولا لا؟ بصراحة بلا أكيد. جميل، يعني غصب عنك، ما حد يحب المذاكرة يا أخي، بس غصب عنك تروح تذاكر عشان تنجح. مظبوط هالحكي. الدنيا هذه اللي عايشينها احنا اختبار، بدك تنجح يوم القيامة عند رب العالمين لازم تكون دارس 100%، لازم تكون مؤدي واجباتك 100%. توصل يوم القيامة مو مصلي، السلام عليكم، غطسوه مع أبو جهل. عرفت كيف؟ يعني الله العالم كم تبي تقعد مع أبو جهل بعد قلب مطير. عرفت كيف؟ لا تفاول علي يا عم، لا تفاول علي إن شاء الله. ما نفاول إن شاء الله، حنا نقول والله كلنا مقصرين وكلنا. وهايدي راح شيله. بإذن الله. لا تسوي شيء على عيوني، سوي شيء من قناعة أنت مقتنع فيها، لا تسوي شيء عشان أحد. ما حد راح ينفعك بشيء، ولا حد راح ياخذ وزرك، ولا حد راح ينفعك بأي حاجة. كل حاجة من هي صفيحتك أنت تملأها بما تشاء. فهمت كيف؟ نعم. وفكر بعظم. أنا كنت أدرس محمود، كنت أدرس في نيوزيلندا، يعني أول مرة رديت الكويت قلت يا أخي معاي شنطة وزن 40 كيلو، قلت شنو آخذ معاي أغراض، شنو آخذ؟ فكرت قلت ليش ما أنا عندي أصدقاء هناك صينيين بوذا ملحدين ومسيح، قلت يعني ليش ما آخذ معاي كتب وأعطيهم يقرونها؟ أبسط شيء إن شاء الله ربي بيحتسب لي، بحتسب الأجر، ربي بيعطي أجرني. عرفت كيف؟ واحد من هذولا يا الله لك الحمد أسلم بسبب الكتب اللي أرسلتها، أخذتها معاي. عرفت كيف؟ يعني عمل بسيط جدا. تخيل هالشخص اللي دش الإسلام كل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو ياخذ أجر وانت تاخذ أجر، كل ما يقوم يصلي هو ياخذ أجر وانت تاخذ أجر. جميع فعل خير يفعله إلى أن يموت يوصلك أجره، لأنك أنت سبب الإسلام. تخيل خلي 2 يسلمون وخلاص روح صيع. استغفر الله العظيم. تغش مطلع. والله تكفو يا خي، والله تكفو والله. الله يسعدك. من وين تجيب؟ بس عرفني من وين تجيب الحكي، يا أخي، من وين بتجيب الحكي؟ بس علمني. من بقالتنا، بقال عند بيتنا. الله يسعدك يا بعد راس. وأبد أي شيء أي هذا من خارج البث، إذا حصل بغيت مساعدة، سؤال، استفسار، أي شيء أنا حاضر موجود بعد راسي. تكفو والله تكفو. شنو تكفو؟ أنت ذبحتنا تكفو. شنو تكفو؟ ما في شيء اسمه تكفو يا ولد. في كفو.
اي كفو تكفو شنو هاي تكفو؟ انا صار ساعه اسمع تكفو 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 ما ادري شو تكفو. انا حلو حلو. انا تعلمت من الخليج، انا ما بعرف احكي خليجي يا اخي. لا احكي احكي خليجي عادل، مو تكفو قول كفو كفو، مو تكفو كفو 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 كفو. طيب لما اقول لك واحد كفو شنو تقول له؟ كفو تسلم عيونك يا خي والله كل حبيبي. محمود انت تداش بالصبه، تعرف تسولف انجليزي محمود انت؟ لك انجليزي الماني عربي. قول لي بسم الله الرحمن الرحيم بالانجليزي. بسم الله الرحمن الرحيم بالانجليزي. طب غلط طبعا. انا مش ما بعرف ترجمه يا اخي، اذا بدي ترجم لك يعني. باسم شنو يعني؟ باسم in the name، باسم بسم الله in the name of الله. شو قاعد تحكي يا اخي؟ لا 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 لا، هيدي كثير، هيدي كثير، هيدي مش ترجمتها هي. باي ماي جاد مي. لا طيب ما شاء الله يعني دامك خبره انت وعارف ان مو هاي ترجمتها، شنو ترجمتها نورنا. بس بدي اسالك انا في حياتي وقت احكي لهم لناس يعني مثلا اجانب المانيين ما اجي ما اقول لهم كلمه جاد او هذا، اقول لهم الله، اقول لهم الله احسن. ايه ان ذا نيم اوف الله، ان ذا نيم اوف الله ذا موست مرسفول ذا موست جريشس. بالله اكتب بجوجل ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم وشوفها بنفسك. تحية الإسلام لما تدش على واحد تقول له هلو هلو ما لها معنى، تحية ومرحبا وخلاص. لكن لما تقول لهم peace be upon you، السلام عليكم، يمكن حنا مو عارفين شنو معنى السلام. أغلبنا حنا المسلمين ما نعرف شنو يعني السلام، سبحان الله. فهمت كيف؟ فهم نعم. عندهم المعنى يحصلون المعنى عظيم. فهمت كيف؟ يعني بس هذه تحية الإسلام وبسم الله الرحمن الرحيم، شوف معانيهم، هذا باب تدخل فيه. فهمت كيف؟ بعد قلبي ريكاردو الله يسعدك. نعم نعم لو عرفت كيف محمود؟ والله نعم نعم خير، والله يعيننا على فعل الخير إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله واحسن بس شيء ان شاء الله حبيبي. والله انت والله كفو كفو كطيب بعد راسي الله يسعدك، ولا تنسى تشيل قدرتك وجوغ. صلوا على النبي الله يسعدكم، صلوا على النبي بالله، لا تنسون التفاهم. اخوان ناخذ اخونا اسماعيل الماني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا إسماعيل. ارحب يا قلبي. تبقى بعد قلبي. الحمد لله. شفت السلام. أخونا محمود الله يسلمك بعد راسي، شفت أخونا محمود اللي قبل شوي معانا؟ شفته والله. هل تشوف أن باب الدعوة للإسلام مفتوح في الدول الأوروبية ولا لا؟ مفتوح بس يا ملحوس، يعني إيش أقول لك؟ من الآخر، من النادر جدا، من النادر زبدة. عندهم نظام الخوف، يقول لك لا اهلي وربعي وجيراني وخلوتي ايش يقولوا علي، هيك يفكرون هم من النهايه. هذا تفكيرهم، هذا تفكيرهم. تعال جيب اي واحد مسيحي يقول له ايش كتابكم، ما يعرف ما يعرف ما يعرف نهائيا. يعني خوف، الخوف من المجتمع، الخوف الخوف من المجتمع بس عندهم. هانا يقول لك انا اخاف، لا الناس اهلي ربعي ما لا اطلع كيف، يقول لك لا انتوا لا انا ما اسلام، اسلام مسلمين خلاص، بس احنا لا انا ما اقدر اطلع عشان اهلي وناسي وربعي، هيك خوف خوف المجتمع بس. العكس يعني، انا شخصيا كنت بنيوزيلندا، كنت شفت اللي شو يسمونهم اعوذ بالله مش طاجيم الكاثوليك اللي يمسكون، تحصلهم ماسكين كتب مسيحيه ويمشون بالشارع ويعلمون يسولفون مع الناس يدعون الناس للمسيحيه. هذا لما اشوفهم انا لما اشوفهم اركض لهم ركضه ادورهم دوره واقعد احشر فيهم تحشير، اخر شيء يقول لي روح روح يرحم امك فكني بس خلاص. تعرف يا منحوس كل يوم هنا كل فتره كل فتره في اوروبا ينزلون كتاب جديد. كتاب شنو؟ كتاب المسيحيه بتاعهم.
لدرجة أن الناس الكلام القديم الكلام الأصلي الحقيقي للمسيحية للمسيح دين المسيح نسوه من كثر ما يطلعون في كتابات جديدة. كم نسخة الكتاب المسيحي أصلا موجودة؟ ما أعرف كم نسخة حاليا. نسخة مدري منو نسخة مدري منو نسخة مدري منو نسخات كثيرة. أنا حاليا الأسبوع الماضي